اشكرك على التقديم بتاعك يعني. لا يا كابتن ده حاجة تستحق كتير قوي يا كابتن عادل، ده انت كابتن كبيرة جدا والله يا كابتن. الله يخليك. طيب انا عندي كلام كتير جدا والناس كلها عايز تطمن على صحتك الاول، وبعدين عندي تقرير عايز اعرضه لحضرتك. طمنا الاول على صحتك. الحمد لله احسن دلوقتي. احسن دلوقتي الحمد لله زي الفل ما شاء الله، والله اكبر عليك يعني. يعني رجلي رجل عندي رجل تعباني فبتعالج معاها، ويمكن اسافر بره، ويمكن ما بتاع النادي الاهلي في جيمنيزيوم وفي علاج طبيعي، علاج طبيعي هايل يعني. انا ما كنتش متوقع ان هلاقي النادي الاهلي بالشكل ده. صحيح احنا ايامنا احنا كان عباره عن ترابيزه جلد، ها نروح ينام عليها بقعد يدلتنا وخلصنا. ايوه وننزل نلعب بس خلاص. الوضع اختلف دلوقتي. وبعدين فين في اخر السنه بقى عملوا لنا مغطس بس نغطس فيه ونروح.